رئيس الكتلة الوطنية ضيفنا حتى الماضي ساعة وربع، ومن ثم نستقل سيد نبيل الحاجي النائب عن الكتلة الديمقراطية عن التيار الديمقراطي زيتا طبعا سي حاتم. ونحن نحكي عن لقائكم بالسيد هشام المشيشي البارح في تركيبة الحكومة، طبيعتها كفاءات ولا أحزاب؟ أوزر احنا يظهر لي الطرح متاعنا الإعلامي ولا في برشا أخطاء. ولينا نركزوا شكون مش يدخل الحكومة، شكون مش يدخلها، شنو شكل الحكومة، في عوض أنه نحن ننطلقوا من الوضعية اللي احنا موجودين فيها. احنا عنا خلاصة تجربة متاع 10 سنوات عنوانها الفشل. كان ثم حاجة فادت منها المواطن التونسي هي كلمة الفشل، ولا عنا حالة متاع إحباط وكأنه أيسنا أنه تولي عنا حكومة قادرة أن تنجم تخدم على روحها وترجع البلاد على السكة وتعاود تخدم دولة متطورة تدريجية. هذا هو الطرح الصحيح. إذا كان اليوم مش نعمل حكومة رضوا بها الأحزاب، ياسر رضيناهم الأحزاب، تو مش رضوا المواطنين. دونك حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، مش نلوجوا على حكومة ترضي المواطنين. شمعناها ترضي المواطنين؟ ترجع للدولة الهيبة متاحة، تعاود تعطي فرص للشباب اللي موجودين في البلاد هذه، تعاود تصلح الوضع الاقتصادي المتأزم. رجال الأعمال يا أخوي عنده دوسي يتعدى، ما عندوش دوسي خليه يقعد يخدم على روحه. ناس تدفع في ضرائب مشطة وناس ماش قاعد تدفع في ضرائب أصلا مرة واحدة. الوضع الاقتصادي متاع البلاد طايح وبارك، برشا قطاعات تستوجب إصلاحات. حاجتنا بشكون مش يعملنا الإصلاحات هذه؟ شنو اللي حاجتك أنت؟ حاجتك أول حاجة استقرار حكومي. حكاية حكومة متاع 6 شهور برا نمشوا بها شوي باش ما يتيحش البرلمان ونعاودوا توم بعد نطيحوها. المسألة هذه لازم تخرج من ذهن السياسيين وتخرج من ذهن المسيرين الكل في البلاد، ونعترفوا انه حاجتنا بحكومه متاع 4 سنوات. والحكومه الضيقه ام لا، هذه الاولويات. حاجه ثانيه، حاجتنا برئيس حكومه يقود حكومتي وهو مش عاملين وهو حاطين ماريونات وما تخدم من تالي. لا تفرض علي وزير، لا تعطيني شكون مش تحط بالوحده. رئيس حكومه اش معناها؟ الدستور التونسي واضح في مساله رئيس الحكومه. رئيس الحكومه يحدث وزاره، ينحي وزاره، يعين وزير، ينحي وزير، يعمل اداره، يخرج مرسوم، يخرج امر حكومي، يخدم على روحه كرئيس حكومه. اليوم يا اما تتولي عن القناعه، وهذا الكلام اللي قلناه سي هشام الشيشي، احنا في الكتله الوطنيه نعتبروا انه يجب يكون عندنا شخصيه قويه. رئيس الحكومه كان مش نحطوا له حفر باش نطيحوه في وسطهم، قلنا له شوف فريق حكومي اختاره انت، شوف فريق حكومي فوق مستوى الشبهات باش ما تبقاش العباد مطلع دوسيات على العباد، خليك انت رئيس حكومه فعلي، انت مسؤول قدام الشعب ومسؤول قدام البرلمان ومسؤول قدام رئيس الجمهوريه على انك تقود فريق الحكومي متاعك. هذا اللي يهز الصلاحيات الكامله متاعك. حكومة الرئيس بامتياز، إذا نتسائلوا أي تأثير لرئيس الجمهورية في التركيبة؟ يا والله رأي تونس لعاد شحال التصنيفات نتاع الأحزاب والمحاصة والرئيس أين تظهر لي تجاوزها الزمن. اليوم ولينا نلوجوا على حكومة إنقاذ وطني. واحد عنده فريق حكومي هو يمتلك من الكفاءات ما يكفيه، ويمتلك فريق حكومي عنده من النجاعة. النجاعة مش أشخاص، راه مش أشخاص، النجاعة هو الفريق الحكومي المتضامن مع بعضه، هي الوزارات اللي تبدل العقليات نتاعها وتولي تخدم مع بعضها تنسق مع بعضها. يا أخي أنت حفرة في الطريق يحيلوا فيها 3 وزارات، تحب تعمل حكومة تسد حفرة، ما تعمل حكومة تسد حفرة، ما تعمل رئيس حكومة جديد، لا هذا تابع الحزب الفلاني وهذا تابع الحزب الفلاني، ما ينجموش يخدموا مع بعض. سفيان بن حميدة الدبريف. الدبريف مع حاتم المليكي صعيب شوية، لأنه يعطي كونتيتي من البديهيات اللي تقول شه، لكن ما تفهمش بالبديهيات هذه الكل معناها شبي ما نجمتوش ترجموهم عمليا في رؤية متكاملة، في تحالفات موضوعية، في قعدتوا كتلة صغيرة. علاش ما نجمتوش تأثروا على الكتل الأخرى إذا عندكم الوضوح في الرؤية؟ لأنه باهي برشا أنه تقول أنه الأحزاب ما حشناش اليوم بحكومة محاصة حزبية، إن ما حشناش بحكومة تشد 6 شهور. ما هي ما حشتكم بشنو؟ وش عملتوا باش تفرضوا الرؤية متاعكم؟ هذا في الحق هذا اللي يقلقني في الخطاب متاع الكتلة متاعك. نعرف اللي هي جديدة، اللي ما ترتكزش على حزب، اللي كذا، لكن يقلقكم. نتفاهم معاك اخزر، احنا في الكتلة الوطنية حتى في البيان التأسيسي متاعها وحتى في الخط السياسي متاعها قلنا هاو شنو نشوفوا مستقبل السياسة في تونس. هذا يخلق لك بعض الصعوبات، خاطر مازالت ثم ثقافة متاع حزبي حركتي
هذه التريتوار نتاعي مازال ما ارتقيناش. انا في تقديري البيلون في جام في جيم تاع العشر سنين نتاع الثوره سيكون بيلون صعيب على الناس الكل انهم يتقبلوه الطبقه السياسيه. نعترف جميعا انه الفكر السياسي التونسي فكر جامد غير جاهز للحكم، ما عندوش قدرة انه يتطور. اليوم مطالبين انه تصير اصلاحات، احنا يدينا ممدودة، وكنت انا قبل ما نجيكم حتى نتفاوض مع كتل برلمانية اخرى في انه خلق مشروع سياسي جديد، في خلق فكر سياسي جديد. صحيح فما ناس عندهم الرغبة، اني نلاحظ فيها انا في البرلمان انه بدا يتشكل وعي عند البرلمانيين التوانسة انه ما نجموش نكملوا بالطريقة هذه، ويمكن ستصير مفاجآت في العودة البرلمانية، ممكن تعاود تتشكل الحياة السياسية. احنا نبقوا ديما طرف ملتزم بثلاثة خطوط مهمين. أول حاجة الخط الوطني اللي هو المحافظة على الدولة التونسية مكوناتها. رأى أنا كمواطن في الأخر قبل من ولي سياسي رأي الإدارة أهم لي من الأحزاب، الإدارة اللي تخدم في المواطنين، الدولة التونسية هذيك هو الإرث اللي مش نخدوه ونعطوه للولاد. احنا كأحزاب سياسية اليوم رأوا دورنا أنه نمنع الارتداد الوراء. نسمع في برشا كلام قبل كنا خي ما كناش خي، كان عباد تشد الحبس وكان التعذيب وكان الاستبداد وكان الترافيك وكانوا الطرابلسيه وكان وكان وكان، ما تدخلوناش يرحموا بيكم في النمنامه هذه، يا نرضاو بالفقر والافلاس اللي موجود توا، يا ترجعونا للاستبداد اللي موجود، لا ماناش راجعين للاستبداد، والديمقراطيه ستستمر، اما اللي ماشي في باله ان الديمقراطيه هي حوانت وباتندات، احنا سنقاوم ذلك سفيان، ومش نعاودوا نطرحوا الطرح الاقتصادي الاجتماعي، الطرح اللي تبنين عليه اللي احنا متربين عليه توانسه، وقت اللي كنا نقولوا انه نحبوا دوله متطوره، نحبوا دوله مدنيه، نحبوا دوله فيها حقوق وحريات، ولكن فيها طرقات وفيها اناره وفيها صحه وفيها تربيه وفيها تعليم. ما زالت الثقافه السياسيه يا سفيان جامده برشا في تونس، ما زالت. شكرا سي حاتم المليكي، كنت ضيفنا في 90 دقيقه، رئيس الكتله الوطنيه. ان شاء الله باش نواصلوا في متابعتنا لجولات النقاش وحتى المفاوضات. يقولون انه الجوله الجايه باش تكون جوله مفاوضات مع سيد هشام مشيشي، صحيح وقتاش؟ اعذر، هو اوعد انه فما لقاءات اخرى مش يكونوا موجودين. احنا في الكتله الوطنيه قلنا له احنا عندنا بيننا وبينك حاجه واحده هشام، بيننا وبينك ما تجيب لنا حتى وزير فاسد. وكذلك سي حاتم المليكي شكرا لك. تو سويت الفا اخبار الكياسات لانفو ترافيك في 90 دقيقه، مواصلين سفيان شوي اخر. السيد نبيل الحاج النائب عن الكتله الديمقراطيه ضيفنا في 90 دقيقه، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الدعوه. شكرا لك. بدايه انا اول ظهور علمي بعد العيد، ان شاء الله عيد مبروك للتونسيين كل ليكم والتونس الكل. ثانيا نعزيو اخواتنا اللبنانيين ونتعاطفوا معاهم في المصاب الجلل اللي اصابهم، ان شاء الله ربي يخف عليهم منزل وان شاء الله اقل عدد من الجرحى والقتلى. كل تضامن معاهم، وتونس مش جديد عليها انها حكومه وشعبا قريبه برشا من لبنان ومن اللبنانيين. نذكر اللي تو من دقائق رئيس الجمهوريه قيس سعيد ياذن ببعث زوز طائرات عسكريه محمله بالمساعدات الطبيه والغذائيه، وكيف كيف باش يتم اجلاء المصابين من لبنان لتونس، وباش ترعى تونس طبعا العمليه هذه كانت على مستوى المستشفى العسكري ولا حتى باقي المستشفيات، يقولون الحروق البالغه وغيرها من المستشفيات التونسيه باش تعالج الاخوه اللبنانيين. نذكر اللي المستشفيات راهي متدهوره حالتهم في لبنان توا من سنين، المستشفيات العموميه بالاساس، وحطوا هكا ورصدوا نقولوا نحن امكانيات للاسف ضخمه ما كانت في المرفأ كما فسر لنا قبيله، كانت في المينا وانفجرت وتفجرت مشات مع الانفجار نتاع البارح. ونحن نحكيو سي نبيل، قلت لي انا ولد البرت ونعرف فما تشابه ولا لا، فما يقولوا هو الغريب خطر توازي المسارات بين لبنان وتونس على المستوى على الاقل الاجرائي. انا كنت حتى دخلت البرلمان نخدم في ديوان البحريه التجاريه والمواني منذ سنه 98، ثم قاعده معروفه وانترناسيونال انه المارشانديز دونجوروز ما تمكثش في الميناء حتى نهار حتى ليله، تهبط من البابور تخرج طول من البرد، ساعات انت ودرجه الخطوره نتاع المواد ساعات تخرج اسكورتي بالحرس، واذا كان ما خرجتش ترجع للبابور. انه سلاع بالخطوره هذيا معناتها قابله للتفجر وتقعد اشهر وفي الميناء، الحقيقه سؤال يقولوا بين 2014 و2016 صارت السيزين هذيا، معناها غريب جدا، معناها حتى لي نورم انترناسيونو ما يسمحوش بحاجات كيما هكا. كان يوصل ما نعرفش شنو الاسباب، تو التحقيق يكشف، اما كان يوصل هذا من درجه التسيب نفهموا اللي لبنان معناها لي بوندول مش بعدوا على الوقت. الحقيقه ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ما كوارث كيما هكا ما تعودش، واحنا واللبنانيين من ثم شعوب من عند ربي، معناها بوتيتر خاطر عندنا جذور، معناها تعاطف
تلقائي مع اللبنانيين رغم اللي ما سماش مبادلات تجارية ولا كبيرة ولا حاجة، ولو انه الشعب اللبناني يحس التوانسه قراب له والعكس بالعكس. كذلك ماضي ساعه 22 دقيقه سي نبيل الحاجي، نحكيه على مسار تشكيل الحكومه، مسار طبيعي الاول مره تقريبا الحكومه العاشره هذه بعد الثوره قد تتكون بطريقه شبه طبيعيه شبه عاديه من غير تعثرات من غير هكاك المخاض العسير اللي ديما نحكيه عليه في كل تركيبه جديده. انتم في التيار الديمقراطي وفي الكتله الديمقراطيه اقترحتم حكومه كفاءات واحزاب، متمسكين بهذا ولا ليه؟ لا احنا لا اقترحنا حكومة كفاءات ولا احزاب. احنا نذكر انه كان لقاء وحيدي لحد اليوم حضر فيه السيد الامين العام ورئيس الكتلة محمد عبد الشبوني بالضبط، كان تصور عام او بالاحرى رؤية التيار نصائح التيار بصفة عامة ما غير ما دخلناش في تفاصيل تشكيل الحكومة. اليوم نقول أنا الكرة عند سي هشام المشيشي، نذكره اللي بالدستور معناه فصل 89 أنه رئيس الحكومة يعين أو يكلف الشخصية الأقدر بتشكيل الحكومة. دونك تشكيل الحكومة مهمة لهشام المشيشي مش مهمة التيار الديمقراطي ولا بقية الأحزاب. ننتظروا أنه السيد رئيس الحكومة المكلف هو يمد الأحزاب والكتل البرلمانية برؤية أولية على القليلة بتصور أولي بالنهج اللي ناوي يمشي فيه من ناحية البرنامج من ناحية التركيبة من ناحية ضمانات الاستمرار، خاطر مهم ياسر نذكر اليوم رانا في أقل من عام خلينا نقول من نوفمبر لليوم ثالث حكومة بشكله، الأولى طاحت الثانية تعدات تعرفوها قداش دامت واليوم الثالثة. الحقيقة الوضع اللي قبيلة كنا نحكيه على لبنان وان شاء الله ربي يلطف بهم وبينا باش ما نوصلوش الوضع اجتماعي واقتصادي كي هكا. مهما كان شكل الحكومه، حكومه كان تقعدش عامين راهي ما تنجم تنجز حتى شيء في حتى اتجاه. ولذا نستناو من سي هشام المشيشي، قلنا له احنا حتى الامين العام قالوا يقول مثل ان كنت ذا راي فكن ذا عزيمه، توكل على ربي، كان عندك رؤيه طبقها وحط السياسيين والكتل امام مسؤولياتهم، تعديت ما تعديتش لك شرف المحاوله. قبل ما يتم تكليف السيد هشام المشيشي دعا حزب التيار والكتله الديمقراطيه لتكوين حكومه فيها الاحزاب الممثله طبعا في البرلمان ما عدا النهضه، هذا المقترح نتاعكم بالاضافه طبعا لبعض الكفاءات. هذه معلومه ولا تخمين؟ حركه الشعب ليلي هذا قبل اقترحتم حتى سيد محمد عبو سي محمد الحامدي وسي غازي الشواشي. احنا ايش اقترحنا؟ اي بالضبط معناتها تاكيدا السؤال. اي ما في المقترح اللي قدمناه السيد رئيس الجمهوريه ما قلناش شكون ثم شكون ما ثماش من الاحزاب في الحكومه. هذا قبل ما يتم تكليفه. من ثم حركه الشعب اللي تنتمي للكتله الديمقراطيه طبعا اتاكد الكلام هذا، تقول اي نحبوا على حكومه فيها سياسيين من الاحزاب يتحملوا مسؤوليتهم، فيها كفاءات من الإدارة التونسية وغيره، وفيها في نفس الوقت أو ما فيهاش بالأحرى حركة النهضة. شوف النجم نقوله لك تو، خاطر اليوم باش ما نصعبوش المهمة على هشام المشيشي وما نصعبوش المهمة على الأحزاب، ما نبداو ما ندخلوش في عركة قبل أوانها، كان هذا باش نعملوا عركة والأفضل ما ندخلوش في العرك جملة، معناها أصلا تقريبا استهلكنا نص المدة، ما قعدش برشا رئيس الحكومة مكلف باش يقدم حكومته. سهلة العملية، الإنسان كان ما يتعلمش من تجاربه هذول حياته زايدة. دونك احنا عشنا تجربة في المعارضة ثم دخلنا الحكومة في حكومة الياس الفخفاخ ونا تيري لي كونكلوزيون. بعد اليوم الكورة كما قلت لك مش ملعب التيار الديمقراطي. الاستنتاجات هذه انه حكومة الهدف منها هو محاصة ومصالح وتعيينات وولات ومستشارين ووزراء وكتب دولة، هذا الهدف وفقط، معناها لا تنجمش تصلح بلاد وما تنجمش تعمل عليها باش تصمد. دونك الكوره عند الياس هشام المشيشي. انا اليوم اشوفال ما بين زوز رؤساء حكومه، واحد خارج واحد داخل. دونك اليوم الكوره عنده، هو قال في اللقاء معنا انه هو بيدو براغماتي ويخمم في انه حكومه تكون عندها مقاومات ديمومه. نستناو شنو اقتراحه ونتفاعلوا معاه. والاستمراريه تحدثت عليها كيف كيف، اما من اهم الاستنتاجات انه ما يواصل حد من حكومه الياس الفخفاخ مع عداسي هشام المشيشي. لا مثلا علاش نعطيك راي شخصي، خليني نزيد نوضح حاجه، راهو قرارات من النوع هذايا ندخلوا ما ندخلوش مع شكون نتحالفوا في الحكومه لا، راهو احنا اكيد الاحزاب الكل تقولها، ما في التيار الديمقراطي هذا الواقع، راهو قرارات كي هكا ياخذها مجلس وطني لان ياخذها محمد عبد ولا نبيل الحاج باش نكونوا واضحين. دونك دي سي لا يجتمع المجلس الوطني وقت اللي يعطينا اون بروبوزيسيون رئيس الحكومه مكلف
يجتمع المجلس الوطني وياخذ قرارات. نعطيك رايي انا. لا لا، على مستوى المجلس الوطني، المجلس الوطني اقر انه الموقف الرسمي هو عدم تشريك النهضه في اي حكومه باش يشارك فيها التيار. وين هذا؟ في بيان قريته؟ هذا في بيان من قبل؟ لا لا، في اعلاناتكم، في تصريحاتكم؟ لا لا، المجلس الوطني لم يصدر هذا القرار. باش يكونوا ينجم يصدروا، راه ماهوش عيب هو، اما الى حد اليوم لم يصدر هذا القرار، اما ينجم يصدر. فقط تنوع الاراء داخل التيار هو اللي يخلي انه نسمعوا الكلام. يعني فرضيات الكل، اي قيادي في التيار ينجم يعطيك راي ويقول لك راهو شخصي، راي شخصي، كيما انا تو باش نعطيك راي شخصي بالنسبه انه يخلي وزراء ولا حسب راي الوزراء اللي نجحوا هو كان عايش معاهم في الحكومه من مصلحه تونس واستمراريه العمل. انه يقعدوا في الحكومه بطبيعه، تقعد تقييم شكون نجح شكون ما نجحش، هو يقوم به وهو يقدره. انا كما قلت قبيله ولد الاداره، ونعرف اللي الاداره وقت اللي ثم تبديل في حكومه تقف تتشل، معناها اليوم الوزارات واقفين يستناو في جديد. والوزير كي يدخل ياخذ حقيبه جديد يحب له 3-4 شهور باش يعرف وزارته والمدير العامين والملفات وشنو المشاكل في الملفات. دونك ربحا باش نجنبوا تونس خساره هذا الوقت 3-4 شهور، الافضل انهم الوزراء اللي عنده فيهم ثقه من ناحيه الكفاءه ومن ناحيه الولاء لتونس فقط يخليهم في مناصبهم. اللي هم لا، ما غير ما ندخل، هو راي شخصي قلت. لا لا، ما نحبش ندخل في تاثير ممكن كبير اي ما يكون على المسار نتاع التيار. خويا قلت لك واحد تعلم من تجاربه، في الفتره كيما هذيا راهي كل كلمه بحسابها، وكل كلمه تنجم تصعب المهمه على التيار وعلى رئيس الحكومه ولا تسهلها. ما قايش ويتنسي، نصبروا ايامات من بعد تو نعرفوا التوجه وتو نعطيو راينا في الاسماء وفي التشكيله وفي البرنامج وفي كل شيء. حسب رايي سابق الاوان، ونعاود نقول راهو اليوم اذا كان ثم ما نقولش ديفايونس، اما ثم بطء، راهو عند السيد رئيس الحكومه المكلف، راهو مازالوا جمعتين وشويه الوقت يجري، معناها ان الاوان انه يفصح عن التصور العام على قيل الحكومه هذه. لكن جوله المشاورات على الاقل مازالت متواصله الاسبوع هذا في دار الضيافه. احنا كان لنا لقاء وحيد الى حد الان، مازالت ما جاتناش دعوه، معناها موعد جديد بالانتظار. طبعا سنلبي الدعوه كان جاتنا، وسنتفاعل ايجابيا. خلينا نقول حتى كان كنا في المعارضه، راه حتى كان ما ريناش انه التركيبه معناها فيها بوادر نجاح، حتى كان كنا في المعارضه رانا سنتعامل ايجابيا كما كنا. معناها اذا كان ثم برامج، ثم انجازات، ثم راو دفع حقيقي في اتجاه المصلحه والاصلاح الاوضاع الاجتماعيه الاقتصاديه والاجتماعيه، رانا باش نساندوها الحكومه هذه حتى كان كنا في المعارضه. يعني مش خاطرنا في المعارضه باش نصوتوا بلا في كل شيء. غياب ممكن هل اطار القراري على الاقل نتاع التيار هوني باش نحاولوا نفهموا، مازلتوا ما صورتوش الصوره النهائيه للحكومه اللي تتخيلوها. هل يرجع هذا لمعركه الخميس 30 جويل يا سي نبيل؟ مش فاهمين حركه الشعب، واضحه قالوا لنا بكل وضوح، سي مكي قالنا بكل وضوح شنو هو التصور نتاع حركه الشعب. انتوما مازالت الامور مش واضحه ولا ما حسمتوش؟ شوف ساعه اللي صار نهار الخميس حسب رايي انا ما عندوش علاقه بتشكيل الحكومه. اللي صار نهار الخميس كان في علاقه بقياده راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب. خليني اكون اوضح، مش قياده حركه النهضه لمجلس نواب الشعب، قياده راشد الغنوشي وطريق تسييره لمجلس نواب الشعب هذاك كان محل اللائحه او سبب اللائحه اللي تقدمنا بها. ارتداداته على حزبكم يقولوا مازالت قائمه، انه سلبا انعكس سلبا التصويت، لانه التيار كان في الصف الاول في قياده العريضه. اي شنو اللي معناها الارتدادات السلبيه؟ سقطت العريضه ولو، والارتدادات كانت سلبيه. شوف سقطت العريضه نجم ندخلوا في التحليل نتاع النتائج، معناها ما ثماش مشكل في الاخر. بكل ثم 97 نائب منهم جميع نواب الكتله الديمقراطيه قالوا راشد الغنوشي راك لا تحسن تسيير مجلس نواب الشعب. كان هو حسب رايه 97 نائب هذوما اللي مثلوا تقريبا 45% من البرلمان، ما صوتهم ورايهم ما عندوش قيمه، فليواصل في هذا النهج وقتها توجيه لائحه اخرى وتو تنال ال 109. انا نصيحه ليه انه يبدل. دايور انا نهارت اللي سقط صاحب الثقه مباشره بعد الجلسه كان عندنا اجتماع مكتب مجلس، وانا عضو مكتب مجلس. من المفارقات انه الناس اللي قدمت اللائحه وما تعداتش حضروا في مكتب المجلس، وحتى ممثلي حركه النهضه حضروا، ثم احزاب اخرى ممثليها ما حضروش، متحرجين يمكن. لكن انا قلت له حبيب خضر حاضر، قلت له ما قعدت تو تحب تنجح ابدا بذاك قدامه، بدل
وبدل طريقة العمل نتاعك تو تقعد 5 سنين على رأس. ما عنديش مشكلة شكون الاسم معناها أصلا في حركة النهضة مثلا باش ناخذ أسماء معناها ثم أسماء تنجم تسير مجلس نواب الشعب وهي من حركة النهضة وتنجح التسيير مثلا سمير دير إنسان يعرف يوزن يعرف يكون على نفس المسافة من الأحزاب إلي لوجيك في مخه معناها مش التعصب الحزبي معناها الإشكالية مش في اسم الشخص الإشكالية في طريقة تسيره وللأسف يبدو أنه طريقة تسيره ما نحبش ندخل في الشؤون الحزبية. شنو رد السيد رشيد الغنوشي على طلبكم في إقالة السيد الحبيب خضر مدير ديوانه؟ هو ما ثمش رد وأنا كان ذكر جلسة المسائلة عند قد قلت نفس الكلام يبدو معناها ثم هكا أصداء تقول أنه قبل الاعتصام نتاع الدستور الحر في مكتب حبيب خضر كان ثم نية أنه يغيره لكن كي جاء الاعتصام بطبيعة مساندة ليهم من نفس الحزب إلى تمبوريزي معناها ما نعرفش كي نرجعوا باش يمشي في هذا الاتجاه ولا في كل الحالات اللائحة اللي سقطت ما تنجمش تأثر لا على الحكومة على تشكيل الحكومة حسب رأيي الشخصي ولا على أداء التيار الديمقراطي لاحقا في مجلس نواب الشعب. عنوانها معروف طبيعتها تركيبتها لا. هل تعتبر اليوم أنه حكومة سيد هشام مشيشة حكومة رئيس الجمهورية بامتياز أي ولا لا؟ وهل للرئيس هل تأثير حكومة الرئيس بامتياز كما سمعنا وهل للرئيس تأثير على تركيبتها اليوم في قرطاج في القصر مش في دار الضيافة فما مش تعليمات لكن على الأقل إيحاءات فيما يخص التركيبة. هو هذا يسأل عليه المشيشي لكن تصور أي معناها هي حكومة الرئيس هكا حرفي قال الراجل معناها يحكم فيها الرئيس مباشرة سافا ديبوندر من شخصية هشام مشيشي لكن أكيد أنه اختيار قيس سعيد ما كانش اختيار اعتباطي. نذكر بحاجة ويمكن مرت في الإعلام الحقيقة ما غدتش حظها مهمة برش تذكروا وقت اللي تقدمت لائحة سحب ثقة من الياس الفخفاخ في نفس اليوم استقال الياس الفخفاخ. احنا في مكتب المجلس جاءوا قدامنا اللائحة ورسالة من عند رئيس الجمهورية تعلمنا باستقالة الياس الفخفاخ وقبولها وأنه سيتم إعلان ذلك في الرائد الرسمي. مكتب المجلس خذ قرار الحقيقة الإعلام ما حكاش فيه يمكن سمعت كرونيكور واحد اللي هو أصبحت اللائحة سحب الثقة غير ذات موضوع خاطرها تسبقت بالاستقالة وكانت عاركة نهارتها في مكتب المجلس. ركي تقول خاطرها تسبقت معناها غدوة كانت تجي لائحة قبل الاستقالة تقول لي أنت نعمل جلسة سحب ثقة راكم قاعدين تأولوا في الدستور راهو مكتب المجلس مش من حقه وهذا ما كانش اعتباطي خاطر حتى في المكتب ثم شكون خذ الكلمة مانيش باش نسمي قال باش غدوة تكون جوريسبرودونس فقه قضاء. تخيل معناها مكتب المجلس نواب الشعب نصب روحه جهة قضائية تؤول الدستور إس تري غراف وهذا الواش باش غدوة يسحبوا الورقة اللي في قيس سعيد غدوة ما تعجبهمش الحكومة ولا ما تلبي لهمش رغباتهم يعملوا لائحة سحب ثقة تحت حس مس المرة هذه ما يسمعش بها الإعلام ويدعوها في مكتب المجلس حتى كان جات استقالة من بعد باش يقول لك لا المرة هذه ما ترجعش الكورة عند قيس سعيد ترجع لشكون ترجع للناس اللي قدمت لائحة سحب الثقة سي تري تري غراف. في حكومة هشام المشيشي ونختموا أولويات رئيس الحكومة المكلف وأولويات التيار المطروح عليه. أولويات رئيس الحكومة المكلف واضحة هي استحقاقات اليوم النمو لـ7 المديونية ما نعرفوها حجمها اليوم برشا اعتصام معناها على المستوى الاجتماعي ثم اعتصامات ثم غلق معناها مواقع انتاج فوسفات غاز اتسترا ثم مفاوضات مع اتحاد الشغل اللي متمسك بالزيادات في الأجور الحقيقة ثم مناخ اجتماعي واقتصادي صعيب برشا. دونك اليوم إذا كان رئيس حكومة باش يقعد يخمم في ترضية هذا أو ذاك رانا اون فا با سورتير دو لوبيرش. الرهانات معروفة مهمته أنه يحط الناس الأكفأ ويصدم. مش معناها يصدم معناها ما يخممش يقعد رئيس حكومة ولا يخمم أنه كيفاش ينجز ويحمل كل واحد مسؤوليته الأحزاب والكتل اللي يحب يعرقل يتحمل مسؤوليته قدام الشعب. نبيل الحاجي ضيفنا النائب عن الكتلة الديمقراطية ديبريف مع سفيان بن حميدة. ديبريف نبيل قلت أنه نتيجة تصويت 30 جويلية
اللي ما عندوش علاقة بمسار تشكيل الحكومة، وأنا في الحقيقة مانيش متفق معك تماما في النقطة هذه. محلها الديمقراطية هي؟ لا لا، محلها فعلا، محلها، وأنا من مساندين فكرة أنه راو اللي نشوفه فيه الكل راو حاجة خارق العادة باهية في الأخر، تراكمات إيجابية. علاش مانيش متفق معك؟ لأنه تصويت 30 جويلية عطا أنجرو أنه ما فما حتى حزب وإلا مجموعة أحزاب في تركيبتهم الحالية في ائتلافاتهم الحالية ما هي قادرة على إعطاء المشيشي وحكومته المقبلة حزام سياسي قوي. تصويت متاع 30 جويلية ظهر أنه الأحزاب الكل ضعيفة، مش فما حزب قوي ولا مجموعة ينجموا يتقواوا، الكلهم ضعاف. هذاك علاش المشيشي اليوم في حكومته ينجم يكون، وهذا يبدو أنه أغلب الظن ماشي فيه، باش يكون حكومة فيها سياسيين، معناها حكومة سياسية مع تطعيمها بطبيعة الحال بكفاءات غير متحزبة. لكن حكومة سيناريو آخر مطروح أن تكون كل حكومة كفاءات مستقلة. أنا نقول لك هذا تصوري، وتصوري ينبع من أنه سوني بالو ريفوليسيونير المشيشي، لا لا، معناها ماذا به يمشي في إثنية باليزي شوية. إن لكن أنا هي حكومة سياسية، حكومة سياسية كما يخط لها هو، مش على قياس الأحزاب، لأنه بالوضعية الحالية الناتجة عن تصويت 30 جويلية الأحزاب ما عادش قادرة باش أنها تفرض رأيها في الحكومة، لا على مستوى الوزارات ولا على مستوى عدد الوزراء اللي باش تدخل بهم، ستادير عنده يديه مطلوقين شوية، ويعرف لأنه في النهاية يعرف أنه مهما كانت النتيجة الأحزاب باش تقبل، لأنه في الأخر بالكل إذا ما تقبلش باش تتعدى لانتخابات سابقة لأوانها، مش بشرطه، وأهي مش بشرطه. أنا هكا رأي لا دستور لي ليه رئيس الجمهورية حل البرلمان سيسا معنى أنا هذا رأي، وهي حتى حزب اليوم ما هو حاضر باش أنه يدخل انتخابات، هو أكثر من حتى حزب ما هو حاضر، هو بنفس القانون الانتخابي سيفرزوا نفس المشهد، بتتر الأحجام تتبدل شوية لكن الموزايك باش تقعد هي بيدها. لعب اليوم ما همش حاضرين لا هيكليا لا ماديا لا غيره، معناها هذه المشكله، معناها فوالا. هو اللي قلته في جانب من الصحه، اما حسب رايي ما عندوش علاقه بنتائج تصويت 30 جويل. اللي تقول فيه صحيح، ما نتائج تصويت 30 جويل ما ضعفتش القدره التفاوضيه نتاع الاحزاب، ما نتصورش. هي الاشكال أنه نتيجة انتخابات أكتوبر، المشهد اللي تشكل بعد الانتخابات هو اللي خلى معناها تحالفات واسعة غير ممكنة، معناها تشوف حجم الأحزاب وترتيبهم تلقى من الصعب تلم ثلاثة أحزاب عندهم نفس التوجهات، صعيب برشا. دونك خلينا نذكر أن حكومة الياس الفقفية خاي جابت 129 صوت، وكان فيها تقريبا خلاف قلب تونس، كان فيها عديد الأحزاب والكتل. هل نشحد؟ ما نشحدش، معناها الإشكال اليوم ما هوش في نتائج 30 جويلية. هي محكومة الياس الفخفاخ فشلت بسبب مشاكل رئيسها مش بسبب أدائها. شوف هذه المشكلة، لا ما ظاهري، معناها ظاهرين هو هذا السبب، هو هذيك كانت خليني أقول التعلة، خاطر باش يكون واضح معناها الحكومات اللي قبل الصيد مثلا علاش قالوا له اخرج لما رمدوك، عنده دوسي فساد؟ ما عندوش دوسي فساد، ما خدمش مصالح الاحزاب، اللي يحب معتمدين واللي يحب ولات واللي يحب وزراء واللي يحب سفراء
ما نصورش كان حاوه حبيب السيد، حتى حد اليوم ما قال فيها انه فاست هكا ولا. دونك ماهوش هذا السبب. السبب ثم فرق ما بين انك تحب تحكم البلاد باش تطبق برنامج نتفقوا فيه ولا ما نتوافقوش، اما باش تطبق برنامج، وبين انك تحب تحكم بالبلاد باش تحقق مصالح حزبيه ذاتيه. هذا هو المشيشي هشام مشيشي اليوم يلزمه معناها الباهي اللي عنده. انا نقول كونت تو ناغيان ا بيغدر تو ا توت ا غاني، جاء من حيث لا ندري، ما عندوش حزب وماضي سياسي، عنده مهمه اليوم كان نجح فيها سيخلد التاريخ اسم، كان ما نجحش فيها ما عنده ما يخسر. دونك علاش نقول له انا ان كنت ذا راي فكن ذا عزيمه، برون تون كوراج دوما واللي تراه صالح البلاد، توكل على ربي. مهما كان المسؤوليه النجاح باش تكون لك انت، مسؤوليه الفشل باش تكون لمن عرق لك. والوجهه حكومه كفاءات، يقال انه السيد هشام المشيشي باش يفرض خياراته على الاحزاب، لانه جوستومون في كل الحالات تصويت يوم الخميس 30 جويلية اثر على الاحزاب. في كل الحالات معك في التصورات أي. كي مثلا يحط يقول لك باش نربح انا مسانده الكتل، نعمل حكومه كفاءات مستقله وزير من كل حزب في البرلمان مثلا، هاو مثلا تصور مثلا، فهمت؟ باش يحرج الاحزاب ما تنجمش ما تعطيهش الثقه، واللي باش يرفض باش يبان انه جشع. انت برشا تصورت ممكن هذاك، علاش واحد ما يلزموش يستبق الاحداث؟ اي اما في كل الحالات ومهما كانت طبيعه الحكومه المقبله، الكتله الديمقراطيه، وانا لنا ماذا بيا نفرق بين تيار الشعب اي منهجيا مش تفرق اي ايوا مش الفرق منهجيا ما بين الشعب وما بين التيار الديمقراطي. نعتبر انه مهما كانت تركيبه وطبيعه الحكومه المقبله، التيار الديمقراطي باش يكون اكبر خاسر فيها. ليه؟ علاش؟ ليه علاش؟ علاش؟ لانه نحب ولا نكره التيار الديمقراطي بالوزراء اللي عنده حالين. مش برشا اللي مش برشا ثلاثة. كان عنده حجم كبير ياسر داخل حكومه الياس فخفخ في الاذان، تاثير معناه. اكبر من حجمه يقولوا في الاذان في الاذان. المشيشي باش يعمل حكومه اخرى اللي صعيب ياسر انه يحافظ فيها التيار الديمقراطي على نفس التاثير والا الانطباع نتاع التاثير داخلها. شوف ما زوج مستويات، الاولاني خليني نذكر اللي حكومه ياس الفخفاخ اكبر نسبه او عدد من الوزراء كان عند حركه النهضه، معناها ريزونمون نعرف معناها ريزونمون هذا كي تطرحه يذول يولي اكبر متضرر هو حركه النهضه، هذا كان شاركها في الحكم اصلا. اما التيار الديمقراطي ثم حاجه مهمه نعرف كان باش نقولها، تقول لي السياسيين نقولوا كل هكا، راهو ماناش طلاب مناصب، راهو نحبوا في عندنا وزير واحد في الحكومه وتنجح افضل من عندنا سته وما ننجحوش. راهو الهدف نتاع السياسي اللي هو يعمل في السياسه للبلاد مش لمصالحه، انه تنجح سياسته. معناها من بعد عنده وزير، عنده اثنين، عنده ثلاثه، المفيد يكتب للحكومه عفوا التي شارك فيها انها صلحت حال البلاد ولو جزئين، ولا عدات البلاد من ازمه. معناها سيكتب التاريخ نهار اللي ما نعرفش بعد ما هو، احنا كل عام في التاريخ يسميه حشاك معضله جات في البلاد، باش يجي نهار يقولوا هذاك تولد عامة الكورونا ولا خذا الباك عامة الكورونا. سيكتبوا لهذه الحكومه ان عامة الكورونا هي عدات البلاد من العقبه، سامحني في الكلمه. هذا المهم عند السياسي، راهو التاريخ ما يخلدلكش قداش كان عندك من وزير. حركه النهضه في الحكومات المتعاقبه حسبهم مرة 70 تقريبا، 70 وزير ومن بعد النتيجه انا نشوفوا فيها. ماهوش هذا المهم، المقاربه نتاعنا احنا الحكم مختلفة جدا، معناها بالمجد مختلفة جدا. تحب اسمك يتخلد والناس تذكرك بخير قعد الحزب ولا كلنا إلى زوال، أنه شنو عملت ولا الحكومة اللي دخلت فيها شنو عملت من إنجازات، وشنو ربحت تونس وقت، وش ربحت أجيال تونس غدوة من حسنت لهم مصيرهم. نبيل الحاجي نائب عن الكتلة الديمقراطية، شكرا ليك. فقط باش نختموا معاك فيما يخص الوجهة نتاع الحكومة القادمة، الأهم ثم المهم، أولى الأولويات
اليوم يحضر السيد هشام المشيشي بدعم مؤسساتي بحزام مؤسساتي قبل ما يكون حزام حزبي، الاتحاد، اتحاد الاعراف، اتحاد الفلاحين، رئاسه الجمهوريه وباقي الاحزاب اللي كانت مساندته حتى من قبل ما يتم تكليفه بطريقه ضمنيه. ترى انه اليوم طليق الايدي نجم ينفذ برنامجه كما هو يراه صالح لتونس. هو ينجم ينفذ برنامجه اذا كانوا هاني قلت لك ما يكونش يديه مرتعشه. سيمر مهما كانت تقريبا تجاذبات، صحيح هذا؟ هذا حسب رايي الشخصي سيمر مهما كانت تجاذبات، خاطر ماو لو في مصلحه البلاد لو في مصلحه الاحزاب والكتل انه تعاد انتخابات ولا انه يقعد لياس الفخفاخ يحكم، خاطر الدستور يسمح له باش قيس سعيد ما يحلش البرلمان ويخليها حكومه تصريف اعمال. انا حسب رايي باش تمر الحكومه هذه. هل انقطع التيار في علاقه هوني ممكن باللي لابسوس اللي من قبيله يصيروا معك سي نبيل حبيت تحكي على ياس الفخفاخ ظهر لي، هل انقطع التيار مع سي ياس الفخفاخ؟ اش معناها انقطع؟ يقولوا انه الحديث ما عادش متواصل بين الاحزاب المكونه للحزام السياسي لحكومه تصريف الاعمال وسيد ياس الفخفاخ. هي الحكومه هذه مازال فيها جماعتين في عمرها، دونك احنا وزرائنا قاعدين يعملوا بنفس الوتيره وبنفس الرغبه في انهم يقوموا بمهامهم على احسن وجه. الصحيح انه هاك كي نشوفوا ظاهريا حتى ما فماش انجازات كبيره ولا تحركات كبيره لبقيه الوزارات، معناها ثم ملفات حتى طرحتهم على بعض الوزراء اليوم واقفين، معناها انا كنايب واقفين خاطر الاداره هذيك هي تستنى معناها شكون القائد الموالي. بالله كلمه واحده، شكرا تفضل يا نجم، تفضل في البلاتو هذايا مش في البرنامج هذايا. نحب نرجع على كلمتين لشكيب الدرويش، نقول له ربي يهديك اللي عملته سيتي تروبا مي تروبا، ما تنجمش تكون لا اعلامي لا كرونيكور وتسمح لروحك باش تكيل التهم على ستاتيو فيسبوك ولا درا شكون بعث لك حاجه وتسميها سكوب. واحد اما هو اعتذر، لا هو يليتو خليني نقول له راه اعتذارك مرفوض خاطر انت ما اعتذرتش، انت اعتذرت ودس حاشا مني تصنت ومني بلع فريقه دسيت السم في الدسم، اعتذرت ثم قلت ما اشنع من اعتذارك. احنا عبير فتشكاره والطير بعيد على الخزمه يا سي شكيب، طير مش بعيد على الخزمه وراهو باش تولي اعلامي الليقه ما تجيبش. فقط للتذكير هو كان في اطار البحث على السكوب وطبعا الكشف عليه فما محاوله للاناره في اطار التحليل والبحث على السكوب، قال كلام فيما يخص التيار ثم اعتذر، تروا انه الاعتذار غير مقبول وهذه حريتكم الكامله والتامه. فقط شوف احنا منش صغير، فقط نحن نحب نتجنبوا اي تلميح للايحاءات الخبيثه. هذا اش حبيت؟ لا التلميح مش تلميح، انت واضح يا اخي النص بين من عنوان يا اخي، هي كي تسمعوا اش قال في كل شيء عمل هو قلب تونس، قال لهم انتم هاكم قلبتوا شكرهم، معناها اللي منعوا مش كرهم، معناها قلب تونس منع راجل الغنوش والتيار الديمقراطي فرد شكاره وعبير موسي. انت يا شكيب منقول راني نحب ندعم استقطاب الثنائي اللي ساعد النهضه وعبير موسي، انت ما جيبها من الاخر ما تشوف اخي. شكرا سي نبيل الحاجي على الحضور معنا نائب عن الكتله الديمقراطيه. ايناس توت سويت تعطيكم اخبار الطرقات لانفو ترافيك، نوصلوا على 31 380 ألف صوتكم، نرجعوا على الاجراءات البروتوكوليه الهامه جدا فيما يخص الكوفيد 19 يعيشكم، نذكروا الكمامه اجباريه وبالخطيه 31 380 ألف. مرحبا بكم الناس الكل، 31 380 ألف على ذمتكم، الكلمه لكم. نستقبلوا سي عبد الكافي من المستير، اهلا وسهلا بك. مرحبا، مسيك بالخير يا سي وائل التكابري نتاع يوم الاربعاء 6 فبراير 2013. صبحت وائل التكابري اخر، والله ما نعرفش علاش، بقدر ما كنت وطني الى حد البقاع اصبحت معناها تلاطف وتتعاطف مع الارهاب، والله نقعد معناها باهت فيك والله العظيم. علاش علاش اصبحت مع عمي السم البكم لا تفقهون، يضرب الجيش نتاعنا وانت تجيب في اكبر ارهابي في الوطن نتاعك حتى يأيد الارهابيين لضرب الجيش بتاعنا في الجنوب. هذا مستحيل، ان شاء الله تكون كملت الفكره. اما الاتهام ما نجمش نسمع به، ولو هنا هو المعني يا سيدي عبد الكافي اني نلاطف الارهاب يا عايشك، لا ما نجمش لا نسمح لك ولا نقبلها. لا حتى ما نسمح لكش باش تتحدث على الجيش نتاعنا وعلى الامن نتاعنا في الورتان. اخي شنو اللي قلنا؟ سامحني سي عبد الكافي قبل ما نتشنجوا، يا عايشك تو انت تتهم فيا وانت متشنج، هاني انا محافظ على بروده اعصابي لو تسمح. يا سي عبد الكافي
راهو الشهيد عمر بن محمد كنا الوحيدين اللي تحدثنا على حادثة الذهيبة من نهار الاثنين وقلنا اللي صاير راهو موش معقول. اعطيونا المعلومات، اعطيونا الاخبار، قولولنا، وضحوا يا عايشك يا سي عبد الكافي المسألة حساسة. وما نسمح لكش من جديد باش انك تتهمني اني نتلاطف مع الارهاب، هذا مستحيل اني نسمح لك. وما نحكيش حتى على الفرضية انه يكون ممكن، هذاك ما ندخلش فيه وما نغوصش فيه لا معاك لا مع غيرك يا سي عبد الكافي، باش نكون واضحين. يا عايشك ما نشكوش في وطنية بعضنا، يا عايشك من فضلك تقول لي تميل هكا تميل هكا سياسيا نسمح لك ونناقشك للصباح، اما انه مع الارهاب ومع القتل ومع الجريمة هذا مستحيل يا عايشك يا سي عبد الكافي. توا نرجعوا لموضوعنا، الشهيد عمر بن محمد كنا الوحيدين اللي طرحناه وطلبنا التوضيح ورفع الغموض ورفع حتى الغشاء، شنو معناتها عنا جندي يتوفى تحت الرصاص في الجنوب التونسي في منطقة عسكرية مغلقة وما نسمعوا كان اشتر بيان من غير ما يذكر اسمه، بل بالعكس نحن قاعدين نحبوا نخلدوا الاسم هذا ويكون عبرة لمن لا يعتبر، وانه يكون هل الحادث هذا القاتل ممكن يكون شرارة حزم وردع وصرامة في التصدي للإرهاب. وقت اللي التهريب يتحول للإرهاب يجب التصدي وبحزم، هذا ما فيه الشك يا عبد الكافي. عايشك تفضل من فضلك عبر على رأيك من غير ما تتهمني ولا تتهم غيري بالتخوين. يا سي وائل أنا بديت لك بنهار 6 فبراير 2013 8 متاع الصباح أنت على الأنتان في إذاعة أخرى ولا وائل تكابري أخر؟ أنا هو أنت هو. وقت أنت في الأنتان أنت شفيان بن فرحات وتعدينا في استشهاد شكري بلعيد الله يرحمه، اي شهيد بلعيد نندم، اي وجالس القرب وساء ونندم وعجبتني ياسر وتبارك الله عليك وقعدت نحبك ونعقل الا المده هذه سمحني يا سي وائل كانك ملت شويه اقولها لك او لقيتها شويه. والله يا سي عبد الكافي نتفهم رايك، وقت اللي المساله سياسيه بحته تنجم تراها هكا وما نجمش نمنعك، وقت اللي المساله متعلقه بالوطن بالجيش التونسي وقت اللي متعلقه بشهدائنا نرفض تماما اي اتهام او حتى تلميح. لا لا ثم لا، معناتها مش واحد باش يولي يدافع على وطنيته ولا حبه لها البلاد ولا حبه للمؤسسات اللي فوق كل تجاذب، وما نسمحوش حتى باش نتجاذبوا حولها، بالعكس نحن اللي قلناه لازم نقفوا عند الحادث الخطير هذا. شو معناتها جندي يقتلوه وإلا مازلنا ما فهمناش؟ طلق ناري ما قالوش تبادل إطلاق نار في البلاغ، فسرولنا ووضحولنا قولولنا هل المهربين الإرهابيين هذوما شنو مسلح وداخل بكاميون تهرب فاش تهرب ما عندك ما تهرب، قاعد تقوم بالإرهاب أنت وقاعد تتطاول على الدولة وعلى ترابها وعلى سيادتها ما فيه الشك، ونرفع سلاح لو التزم الأمر وتنهبت وقت اللي يقولولنا إيجاو بالكش نفدلكوا فيه الموضوع. لا يا سي عبد الكافي فقط نحبوا التوضيح المعلومة الكاملة لخطر الوضع لا يحتمل الغموض، لأنه الجنوب التونسي هو زاد تونس، لأنه أبناء الجنوب هم زاد تونس، لأنه لازمنا الكل مع بعضنا نبدأ عن المعلومة الممتازة ووضوح الرؤية والوحدة المقدسة لا أكثر لا أقل. يا سي عبد الكافي ما نزيدوش غموض على الغموض لا أكثر لا أقل، إن شاء الله تكون فهمتني. شكرا شكرا. وكونوا أسود كونوا فحول كما جيشنا كما أمننا كما شعبنا الكريم، كونوا معانا، راهو الإرهاب قاعد يتوغل في كل بلاصة خاصة في المنابر الإعلامية، راكم يجيبوا في إرهابيين في كذابين في منافقين في متملقين في كل، وتشوفوهم يقفوا وباخر سيروا فيه أمسة سعيدة. يعطيك الصحة يا سي عبد الكافي بالإشارة مش بالإنارة، ذاك علاش نخليه رايك يخلط. شكرا لك سي بلال مجديدة، آسف جدا نحييك يا سي بلال كنت أسمع فيا مزلت. ألو ألو سي بلال سمحني الوقت وفاء هاك شفت علاش مسألة كانت تختيرة شوية، إن شاء الله نوعدك في فرصة أخرى تكون معنا حتى من غدوة يا سي بلال. أوكي سبا سينو أنت الأمور الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ربي يحمينا وبقى لنا ستر. وكلمة للسياسيين تعطون إن شاء الله أخويا يبعدوا عن المحصات العزبية والتجاذبات ويخموا في دون شوي. واضح يا سيدي ونقدموا تعازينا الحارة لإخواننا اللبنانيين في الأزمة ذي نتاع. هذا هو هذا هو هما رسالتين حبيت نختم بهم. هاوسي عبد الكافي ممكن نسبقني شوية، الرسالة الأولى للتوضيح ورفع اللبس والالتباس وحتى المدنة بالمعلومات فيما يخص الشهيد عمر بن محمد وجنودنا البواسل الكل اللي اشتشهدوا على أرض الوطن هذا اللي الكل ندافع عليه. عايشكم إن شاء الله توضحونا أكثر المسألة ما كالبيان ذاك خلي نقولوها الغامض هذا هو لليوم، معنا حتى معلومة إضافية قلت فتح تحقيق شنو باش
يقول هالتحقيق حطونا على السكة صحيح. ورسالة ثانية للأخوة اللبنانيين، الله يرحم من سقط في تفجير وانفجار البارح، وإن شاء الله إن شاء الله تشوف المادة التضامني التونسي قاعد يتكرس أكثر فأكثر، خاصة بعد القرارات اللي جت من رئاسة الجمهورية. توت سويت ناس آخر أخبار الطقس، أنيس المكشاح، أخبار إي إف إم، نهاركم طيب.